للسنة الثالثة يطل عيد الشعانين هذا العام بخجل كبير، عيد فرضت عليه الأزمة الاقتصادية الحادة أن يزور لبنان خال من الزينة وحتى الرهجة. تعود الكبار على حياة خالية من الرفاهية، وصغار لبنان يسلكون الطريق نفسه. صحيح أن اليوم الجمعة وبكرة السبت وبعد بكرة الشعنينة، إلا أن الأسواق التجارية لا تشعر المارة بهذا العيد. كاميرا سبوتشوت جالت على بعض من هذه المحلات وهذا ما رصدته. الأسعار عندنا بتبلش تفسطي من 264 وتطلع لل 555 تنقصتي. صراحة السنة كتير اكسبسيونال كانت، ما في عالم، كتير الحركة كتير خفيفة، يعني مش انه يعني شبه معدومة. لا مش حاسين ابدا بالشعنينة. الفستان عم يطلع ب 300 ألف، بيوصل لل 500 600 ألف. في عالم بصراحة، بس يعني الأوضاع كله بده أسعار متهاودة يعني تكون. جربنا شوي ما كتير نغلي على العالم، بس إنه في حكم أكبر منا، يعني كله بالدولار ونحن ما بنصنع شي هون، كله من برا. وتقريبا قد ايه بيتراوح أسعار الشمع عندك؟ هلا أنا عندي من 75 ل 150. ما فينا نقول إلا نجينا من الشرير، أمين. وبالنسبة لموسم الشمع، يعني بديش أقولك زرو، أنا بحبش اتشائم، بحب اتفائل، بس الوضع بالنسبة لك ما كان أيام خير. أيام الخير كنا عايشين بمنعيم، مش قصة مصاري وبيعي شمعة، تحسي بفرحة الأهل، بفرحة العيد، بفرحة. هلأ حسب الكاليتي، حسب يعني في كاليتي شمعة، بتعرفي في كذا نمرة شمع، يعني في نوعية. يعني عندي شمعة مثلا هالقد حقها دولار ونص، في ب$5، في ب$6، في ب$10، انه حسب ما بدها الزبونة يعني. بس ما في حني قدامك شي زيرو يعني. لا تمر الشعنينة من دون شمعة، ولكن هل سيكون بمقدور الأهل شراءها؟ أكيد فرقت أسعار الشمع، بدك تقولي فواديس. يعني كانت قبل الشمعة ب15 ألف ماكسيموم بتجيبي، صارت أقل شمعة عم تحكي. أكيد حسب الديزاين بتختلف، بتبلش من 150 ألف وتلوع. يا خي لك أي شعنينة وأي أوضاع وأي عيد وأي دنيا ودنيا، تركنا يا عمي. صراحة رأيي بالشعنينة هالسنة إنه رح تكون مثل كل الأيام، يعني إنه لا صراحة لا ما اشتريت لهم تياب وشمع من عنده من سنة الماضي. يأس يخيم على عائلات لبنان، ولكن نبقى نحن أبناء الرجاء، وعلها ستفرج يوما ما. وأنتم هل تشعرون برهجة العيد؟ شاركونا تعليقاتكم.